الرياض تحتضن سباق طواف السعودية 2020 مطلع فبراير المقبل. بعد تأهل الأولمبياد طوكيو الأخضر على أعتاب مجد جديد. الشهري: سنقاتل من أجل اللقب. والنجعي: خصمنا لن يكون سهلا. طيبتم وطاب مساءكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى نشرة رياضية مفصلة وقدمها لكم من القناة الإخبارية. أهلا بكم. أزيح الستار في المدينة الرقمية بالرياض عن تفاصيل سباق طواف السعودية 2020 للدراجات الذي سيقام في الرياض من 4 إلى 8 من فبراير المقبل. ويقام طواف السعودية 2020 تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للعبة، وذلك على 5 مراحل بمسافة إجمالية تصل إلى 774 كيلومترا بمشاركة ما يزيد عن 133 دراجا يمثلون 18 فريقا من جميع دول العالم. كما أكد للإخبارية المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للدراجات مهند العمودي أن فعاليات طواف الدراجات مدته 5 أيام ويتكون من 5 مسارات مختلفة، ويتجول الدراجون فيه كل المناطق الرئيسية في مدينة الرياض بمعدل 170 كيلومتر يوميا وبمشاركة 18 فريقا عالميا. فعالية الطواف إن شاء الله لمدة 5 أيام راح تنطلق من 4 إلى 8 فبراير. عندنا 5 مسارات راح يجول إن شاء الله الدراجين كل المناطق الرئيسية في مدينة الرياض، معدل 170 كيلو يوميا إن شاء الله. هو سبق وصار من سنوات ماضية ولكن ليس بهذا الشكل الاحترافي بالتحديد. احنا السنة هذه يعني نستضيف فئة 2.1، هي الفئة الأقل من الاحترافية والأعلى من المبتدئة. عندنا 18 فريق عالمي، دراجين كبار جدا يشاركوا في المملكة العربية السعودية. احنا نقول هذا حلم كان لجميع الدراجين، الحمد لله تحقق في هذا الزمن. معايير شوط المسابقة طبعا هي ترضخ إلى الاتحاد الدولي اليو سي آي، لها اشتراطات معينة مثل ما تفضلنا قبل قليل. احنا نستضيف 2.1، هي معيارها بإمكان اللاعبين الأعلى من المبتدئين والأقل من المحترفين المشاركة، وأن يكون لهم نقاط في الاتحاد الدولي. 5 مسارات مختلفة، يعني كل يوم عندنا مسار مختلف سواء الانطلاقة أو النهاية، وفي كل يوم هناك تتويج. على سبيل المثال عندنا انطلاقة في أول يوم من مقر مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وينتهي في مدينة جو، وعندنا اليوم الخامس والأخير تنطلق من جامعة الأميرة نورة وتنتهي في قصر المصمك إن شاء الله. الإنجازات الرياضية في المملكة مؤخرا شهدت قفزة قوية في جميع المسابقات والألعاب المختلفة مع تطبيق رؤية المملكة بقيادة عرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أصبحت السعودية محط أنظار في استقطاب أهم وأبرز المناسبات الرياضية في العالم. رؤية واقعية ليست أحلام ليل، رؤية منطقية وليست إنشائية. قوتها من منطلقاتها، قوتها من قائدها. نعم أهدافها صعبة وليست مستحيلة على قائد وشعب بهمم جبال طويق. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همم مثل هذا الجبل. رؤية وطن تتحقق أمام أنظارنا رياضيا، عراب الرؤية يطير بنا في سماء المنجزات بعد غياب عدنا كرويا إلى روسيا في أعظم مونديال وتجمع لرياضة كرة القدم لننسف متاهات الإخفاقات نحو الأولمبياد. وعدنا برؤية ثاقبة لا تعرف المستحيل، لغتها قيادة وشعب كجسد واحد، والهدف واحد هو السعودية عاليا. لم نقف عند هذا الحد، فرؤية الوطن للرياضة مثل الأسد الجائع الذي يبحث عن كل منجز في أي رياضة وفي أي وقت، حتى أصبحنا عاصمة الرياضة في الشرق الأوسط وسحبنا البساطة من دول الغرب. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. شكرا محمد بن سلمان، معك عدنا والعود أحمد. أندية الوطن ضبطت بوصلتها لتحقق أهدافا سامية باسم المملكة بخطوات حثيثة من سداد ديون واستقطابات أجنبية جعلت دورينا من نخبة دوريات العالم، فتسيدنا آسيا في كرة القدم بعد فوز الهلال ووصوله للعالمية، وتسيدنا آسيا في كرة اليد بعد وصول نادي الوحدة إلى العالمية. هذه رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، وما زلنا في البداية.
رصدت عدسة الإخبارية انطباعات النجوم الرياضيين المشاركين في بطولة أعداد القادة والتي تقام دورتها حاليا في الرياض وعن ما شاهدوه في المملكة وإعجابهم بها. نتابع. سيد بوبيسكو جدا سعيد بوجودك في المملكة العربية السعودية، هي ثاني مرة له. الشعب السعودي شعب مرحب لطيف، بيحب انه يستقبل الاشخاص. جدا سعيد بالجو العجب والطقس اللي موجود اليوم في المملكة العربية السعودية، الجو البراد اللي احنا موجودين فيه اليوم، واكيد بتمنى انه يكون موجود مرات ثانية كمان. طبعا راح ينقل هاي الصورة. بالعكس المملكة العربية السعودية بالنسبة له مكان جدا لازم الناس تزوره، وبتمنى انه يكون موجود هنا مرة ثانية، وحيكون موجود وحيجيب عائلته كمان، ما راح يكون موجود لوحده كمان، راح يجي في إجازة هو وعائلته هنا على المملكة العربية السعودية. بالثقافة اللي موجودة، بالحضارة اللي موجودة، بيكون بالنسبة له تجربة جميلة. سواء عجبه كثير الفول تحديدا. أول مرة كانت زيارته في السعودية لما كان برشلونة لعب مع ريال مدريد هنا في السعودية، ففعلا كان في تصور مختلف عن المملكة العربية السعودية، ولكن لما جاء شاف كيف الناس مرحبين، الناس بيستقبلوا الأشخاص، مش زي الصورة اللي كانت والانطباع اللي كان موجود عنده. فلما عرف إنه في دوري اللي موجود وراح يحتاجوا إنه يكون في لجنة حاضرين، قالوا ما أنا بدي أكون في أول هاي القائمة الأشخاص اللي يكون ما موجودين في هذول الأسطورات اللاعبين في كرة القدم، ألو ما أنا بدي أكون بأول هاي القائمة. هو كثير بيعجبه وترحيب الشعب السعودي والأشخاص والناس الموجودين في السعودية، ابتسامتهم الدائمة بالعكس وبتمنى أن الناس الموجودين في أوروبا كلهم يجوا على السعودية ويشوفوا عشان يغيروا الانطباعات والأفكار اللي موجودة عندهم. هي وصلت أمس بالليل، ما بدأها لسه تشوف شيء، ولكن بكرة راح يكون في نشاطات راح يطلعوا بكرة ويشوفوا. بس هي كانت زي ما انت تفضلت كانت تيجي على السعودية من قبل وشافت السعودية من قبل. أكثر شيء تحبه هو كيف الشعب عنده حب مساعدة الأشخاص، حب الترحيب الأشخاص وترك انطباعات جيدة عندهم. غير كده التغيير اللي صاير في السعودية، الأشياء اللي قاعدة تتغير، أكثر حاجة تعجبها ثقافة الدولة اللي قاعدة تظهر أكثر وأكثر. أوكي، سو كان جدا سعيد بمشاركة العرضة السعودية، أول مرة له في حياته بيمارس العرضة أو بيكون جزء منها بيشارك فيها، كانت تجربة جدا رائعة بالنسبة له. وراح يعرف على هذا الموضوع خصوصا مع أنه كان الانفتاح اللي صاير في المملكة، وزي ما تكلم عن سهولة القدوم للمملكة العربية السعودية وكل النشاطات اللي قاعدة اليوم تصير، أو الأشياء ممكن أن الناس تيجي سياحة أو تيجي لحتى تكون جزء من هاي النشاطات. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. يواصل منتخبنا الأولمبي تمارينه الاعتيادية وذلك استعدادا للنهائي على كأس آسيا والذي سيقام الأحد القادم بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية. وركز مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري خلال التمارين على التدريبات اللياقية والاسترجاعية، وقسم بعدها اللاعبون إلى مجموعتين أو اللاعبين إلى مجموعتين، وطبق خلالها العديد من الجمل الفنية التي سينتهجها خلال اللقاء المرتقب. وحول اللقاء عقد مدرب منتخبنا الأولمبي سعد الشهري مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للحديث عن النهائي، حيث أوضح أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم ونحن عازمون على تحقيق اللقب الآسيوي. أنا سعيد لوجودي في المؤتمر الأخير أو المؤتمر للنهائي، وهذا شيء نفتخر فيه حقيقة جميعا. الشيء الأهم بالنسبة لنا أنه إن شاء الله غدا حنقدم كل ما لدينا من أجل الحصول على هذا الكأس. حققنا شيء مهم بالنسبة لنا نفتخر فيه جميعا، وهو التأهل إلى الأولمبياد، ولكن أيضا الكأس حق مشروع بالنسبة لنا إن شاء الله، وحنعمل المستحيل ونقدم كل ما لدينا إن شاء الله للعودة فيه للمملكة العربية السعودية.
ما في شك، احنا اصلا بعد مباراه اوزبكستان مباشره توجهنا الى مباراه كوريا واستراليا، وهذا دليل على حرصنا على ان نكون في النهائي حاضرين بشكل جيد. اللاعبين ايضا لديهم الخبره الكافيه، لعبوا نهائيين، اخر نهائي حصل عليه المنتخب السعودي من امام المنتخب الكوري، لذلك كل هالمعطيات هذه ان شاء الله تريح بالنسبه لنا وتعطينا انطباع انه ايضا حنستمتع كثير في المباراه، وحيؤدي اللاعبين بعيدا عن الضغوطات اللي كانت شويه حاده من قدراتهم في الفتره الماضيه، لذلك ان شاء الله تكون المباراه النهائيه خير ختام بالنسبه لهم في هذه البطوله ان شاء الله. مباراه نهائيه صعبه حتكون بين المنتخبين، وتحضيراتنا باذن الله تكون يعني نكون جاهزين للمباراه هذه، مباراه مهمه للجميع، وان شاء الله باذن الله يعني نقدر نحقق اللقب باذن الله. كما أكد للإخبارية اللاعب الدولي السابق يوسف خميس ضرورة إعداد لاعبي الأخضر السعودي تحت 23 عاما، وشدد على أهمية المحافظة على المدرب الوطني من خلال منحه الفرصة الكافية. إحنا الآن المفروض الاتحاد السعودي عن طريق الهيئة العامة للرياضة يتبنى هؤلاء اللاعبين وإعدادهم. إحنا الآن وصلنا بإذن الله لطوكيو، نبغى الآن الشيء الثاني المشرف ان احنا في طوكيو نظهر بمظهر مختلف كليا، لا يصير مثل ما حصل في منتخب الشباب، ظهرنا بمظهر جيد وفزنا بكاس اسيا للشباب، ولكن الاستعداد لكاس العالم كان غير جيد. وش تبي يسوون؟ المفروض انه يتم الاهتمام به، ويتم ايضا بعد ما ينتهي الموسم تفريغه، تفريغ المنتخب هذا واعداده اعداد على مستوى عالي. الخيارات ايضا بالنسبه للاعبين اللي يشاركون من المنتخب الاول لك على ما تق 3 لاعبين تختارهم انت على حسب المراكز وحسب احتياجات المنتخب. انت شفت المنتخب؟ شفت المنتخب؟ اذا ما شفت المنتخب من يحتاج لعيبه فوق الثلاثه؟ شوف، ما في شك ان احنا نحتاج بامانه نحتاج الى عدد من المراكز، اللي هو لازم يكون عندك ليدر في خط الدفاع. المدرب الوطني صراحه اذا استلمت الكره السعوديه يشرف بصراحه، يعني في بعض الكثير من الحالات، ما اقول بعض الكثير، لكن انا اشوف عدم الاهتمام فيه، يعني معاملته باللي يستحق. اسمح لي هذه اقول لك النقطه، هذا العيب منا وفينا والخلل. يعني انا المنتخب متاهل ونجد ناس يقول لك والله انا ما اقتنعت بسعد الشهري، وسعد الشهري مو مدرب كويس. طيب انا اسمح لي اقول له، من انت وماذا تمثل؟ رأي انت اذا كنت رأي. اعلامي لا اعلامي اي بس لا تجي تقول والله انا ماني مقتنع فيه وما هو مدرب كويس لأهواء. لا أنا أبغى تعطيني رأي فني. طغيان الأندية، طغيان الأندية الإعلاميين تقصد؟ أي الإعلاميين على لا، مدرب يحقق لك إنجاز بعد ربع قرن، هذا الإنجاز الثاني بمدرب وطني. الإنجاز الأول السابق كان للكابتن خليل الزياني، الله يعطيه الصحة والعافية ومتعه بالصحة والعافية، موجود بيننا زين ولا لا. الآن هذا سعد الشهري بعد ربع قرن، يجب أن إحنا نشكره وندعمه زين، ولكن لا نكسر مجاديفة. وللحديث أكثر عن النهائي المرتقب ينضم معنا من الرياض المدرب الوطني بندر جعيثن. كابتن بندر جعيثن مساك الله بالخير وحياك الله معنا، كيف ترى غدا حظوظ الأخضر للفوز للفوز باللقب؟ حياك الله، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. في البداية طبعا خليني أهني الشعب السعودي والقيادة بهذا التأهل، ولقد جاء عن جدارة واستحقاق بأيدي وطنية وبمساعدة من جميع اللاعبين بالإضافة إلى الإداريين وأيضا الأجهزة المتواجدة معهم هناك. فلنا الفخر أن احنا كمدربين وطنيين وكسعوديين أن نفتخر أن هذا الإنجاز أتى بعد 24 سنة على أيدي وطنية. لا شك المباراة القادمة طبعا هي تكون مباراة ليست سهلة أمام فريق لم يخسر وأيضا إحنا لم نخسر، فهنا الكفة هتكون متكافئة وبتكون مباراة ليس بسهلة على الفريقين. الفريق المنتخب السعودي الآن يعيش قمة يعني حضوره من ناحية الإمكانيات المعنوية، من ناحية الثقة في النفس، دخوله في الأجواء المباريات أعطته الحافز الكبير على أن ينتصر على جميع المنتخبات وهي المجموعة الأقوى. فلذلك احنا ان شاء الله جديرين من احنا نتوج غدا ان شاء الله بالكاس، وجديرين احنا نقدم نسوي جيد
لا شك ان الان جميع طبعا الاجهزه الفنيه وعلى راسهم المدربين وضحت كل معالم المنتخبين من خلال سواء اللاعبين او من خلال تكتيك، ودائما واعتقد ان المباراه حتكون قمه لان الفريقين كلهم يعني ارتاحوا بعد التاهل لطوكيو. فان شاء الله نحن نكون قريبين للكاس وان شاء الله نوصل بالكاس والتاهل مع بعض ان شاء الله. طيب باذن الله. طيب كابتن بندر، ما الذي يعني تخشاه على المنتخب في المباراه المرتقبه؟ أنا أخشى على المنتخب يعني إنه خلاص إنه يكون في استرخاء يعني بعد التأهل يعني إن انتهت المهمة، ولكن لابد يعرف إن جميع اللاعبين إن هذا هيحسب لهم ويكتب في سجلهم التاريخي عند حصولهم للكأس، ولكن أنا أعتقد إنه هناك أجهزة إدارية وجهاز فني قادرين على إدخال الروح، إدخال المنافسة، إدخال روح الفوز. عندما نحصل على كأس آسيا حتكون لها شأن يختلف عن التأهل، فأنت تحصل على يعني تأهل وكأس هذا شيء يعني حيكون جميل لنا احنا كسعوديين وايضا للقارة الآسيوية بشكل عام. نعم كابتن بندر، يعني كخبرة كبيرة وقامة مثلك يعني وهي مباراة يعني غدا مهمة جدا، ونتمنى بإذن الله أن يكون الفوز حليف الأخضر، يعني كلمة توجهها للكابتن سعد الشهري ولأبنائك اللاعبين؟ طبعا سعد الشهري من المدربين اللي اثبت جدارتهم، ومن المدربين اللي اثبت جدارتهم من خلال نتائج وامكانيات عاليه، فلذلك اقول استمر على ما انت عليه واعمل على الشيء اللي انت تراه لصالح المنتخب ولصالح يعني الفريق المنتخب بشكل عام، فانت قادر على ان تهيئ هذا اللاعبين الى ان شاء الله الى الحصول على الكاس، وايضا اللاعبين عليهم اثبات وجودهم لانهم احقيه بهذا التاهل، وان يثبتوا جدارتهم لان احنا عندنا لاعبين على مستوى عالي يتميزون ايضا بثقافه كرويه وايضا بمستويات عاليه. المدرب الوطني القدير بندر الجعيث، ان كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك. من جانب آخر، خطف المنتخب الأسترالي بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب الأوزبكي وبنتيجة هدف دون رد، ويدين المنتخب الأسترالي بهذا الفوز إلى نيكولاس الذي أحرز الهدف مطلع الشوط الثاني لينضم إلى منتخبنا الأولمبي ومنتخب كوريا الجنوبية ممثلين عن القارة في الأولمبياد. وإلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يقام في هذه الأثناء لقاء يجمع فريقي الشباب في بضيفه الهلال في قمة الجولة 15. لاعب نادي التعاون لكنه لم يشارك في مباراة اليوم، تفضل. ويسعى الهلال في هذا اللقاء إلى استعادة الصدارة التي ذهبت مساء أمس لغريمه التقليدي النصر إثر فوزه على الاتفاق. وكان فريق الفيصلي قد تمكن من الفوز على مضيفه أبها بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ويدين الفيصلي بهذا الفوز لمدافعه الزيلفا الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 58 ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما بقي أبها على 23 نقطة في المركز الثامن. هذا تختتم لقاءات الجولة في وقت لاحق من مساء اليوم بمواجهة تجمع الاتحاد بضيفه العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويدخل الاتحاد صاحب المركز 13 اللقاء متسلحا بعامل الأرض والجمهور، يسعى لتحقيق الفوز والابتعاد عن المراكز المتأخرة، وهو الأمر الذي يبحث عنه ضيفه العدالة أيضا في اللقاء إذ يحتل المركز ما قبل الأخير. أعلن نادي الاتحاد عن تخصيص 50% من دخل المباراة أمام العدالة لصالح أسرة الراحل عادل بحبيشي مشجع الفريق، وأوضح النادي في بيان له على تويتر أن الخطوة تأتي تجسيدا لروح الأسرة الواحدة والتي تسود نادي الاتحاد،
وقدم أنمار الحائلي رئيس النادي باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة ومنسوبي النادي وجماهيره أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل ولكافة أعضاء الرابطة. جاءت إصابة لاعب النادي الأهلي عمر السومة بخلع بالكتف خلال لقاء فريقه أمام الرائد بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتترك أكثر من علامة استفهام عن هذه الإصابة ومدى خطورتها أو مدة علاجها كونها تختلف في تأثيرها بين لاعب وآخر. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض أخصائي علاج طبيعي وإصابات العضلات والمفاصل والعظام الدكتور محمد المطيري. دكتور محمد مساء الخير وحياك الله معنا، هل لك أن تطلعنا على مثل هذه النوعية من الإصابات ومدى تأثيرها على لاعبي كرة القدم؟ مساك الله بالخير أخوي مسفر ومساء الله بالخير مشاهدي قناة الإخبارية. بالنسبة لإصابة خلع الكتف هي تعتبر من أكثر الإصابات اللي يتعرض لها مفصل الكتف، وهي بالضبط خروج أعلى عظمة العظم من تجويف لوح الكتف اللي هم يكونون التقاء مفصل الكتف. طبعا نتمنى إن شاء الله للشفاء العاجل للكابتن عمر السومة. طبعا الإصابة في الغالب تتراوح على حسب درجة الإصابة، إما في الغالب إذا كان فيها كسر في عظمة أو في عظم الكتف أو في تمزق في أوتار الكتف، هذه تحدد العودة اللي تكون بعد الإصابة. لكن إذا كان الخلع أول مرة في العادة يكون العودة للعب تقريبا من العلاج التحفظي باستخدام العلاج التحفظي تقريبا من 4 إلى 5 أسابيع. وطبعا الإصابة هذه بالنسبة لكرة القدم تعتبر يعني مفصل الكتف من الأقل المفاصل استخداما في كرة القدم، وهو الأقل مفاصل عرضة في الإصابة في كرة القدم. طبعا العلاج اللي يحتاج الكابتن عمر السومة مبدئيا على حسب التقارير اللي شفتها حتى من حساب النادي الأهلي، انهم قالوا انه تقريبا يحتاج 3 أسابيع، لكن يحتاج هو علاج طبيعي مكثف خلال الفترة الأولية علشان نستعيد حركة مفصل الكتف. بعدها نبدأ اللي هي نسميها العودة للعب، يكون فيها نوع خاص من التمارين العلاجية المكثفة اللي تماثل بعض الإجهاء أو بعض التحميل اللي يكون على المفصل الكتف خلال لعبة كرة القدم. نعم، ما مدى تأثيرها أستاذ محمد؟ هي تأثيرها ما راح نتوقع إذا كان خلع أول مرة وإذا كان اللاعب يعني معد بدنيا وكان البنية الجسمانية له قوية جدا، إن شاء الله أنه يرجع أقوى وأفضل من أول. لكن في خلال الفترة هذه أيضا يحتاج يركز، يكون في تركيز عالي على اللياقة البدنية لللاعب أساس أنه ما يتأثر عليه ويكون عودته للملاعب سريعة جدا. يعني أخصائي العلاج الطبيعي وإصابة العضلات والمفاصل والعظام محمد المطيري كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إلى العناوين. الرياض تحتضن سباق طواف السعودية 2020 مطلع فبراير المقبل. بعد التأهل لأولمبياد طوكيو الأخضر على أعتاب مجد جديد. الشهري سنقاتل من أجل اللقب والنجعي خصمنا لن يكون سهلا. النشرة الرياضية المفصلة من قناة الإخبارية انتهت، تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء العاملين في تنفيذ هذه النشرة في أمان الله.